المشرف العام على متحف عواصم مصر. اهلا بحضرتك، أهلا نورتي معانا في حياه جديده. اهلا بيكي. فكره متحف عواصم مصر جت امتى، والفكره جت ازاي، وتم انشاؤه امتى، وايه اللي بيضم داخله؟ هو متحف عواصم مصر فكرته اول متحف بيتتبع تاريخ العواصم يعني في مصر من بدء نشاه العواصم. طبعا احنا مصر بلد عريقه، في عندنا تعقبت علينا 22 عاصمة على مدى التاريخ بتاعنا، فإحنا فكرنا إنه يعني لازم يكون في متحف يضم بقى العواصم دي كلها. طبعا مش ممكن إن إحنا نضم 22 عاصمة جوه المتحف، فبالتالي اخترنا 6 عواصم بعينها، 6 عواصم اللي أثرت على الحضارة المصرية منذ أول عاصمة وحتى العاصمة الجديدة. زي إيه يا دكتورة منى؟ بداية إحنا اخترنا منف اللي هي أول عاصمة في مصر القديمة، ثم طيبة، ثم عاصمة تل العمارنة، عندنا كمان الأسكندرية والقاهرة، بداية بقى العواصم الإسلامية عامة اللي هي انتهت بالقاهرة التاريخية، ثم القاهرة الخديوية، وطبعا في الآخر خالص العاصمة الجديدة. دكتورة منى، وإحنا قدام متحف عواصم مصر الذي لم يتم افتتاحه إلى الآن، وبعدين كنا بنتكلم وبنتبادل الحديث قبل اللقاء، يعني يمكن ده مش موجود في أي دولة في العالم، لأن مفيش دولة مر عليها عدد العواصم اللي هنا في مصر. بالظبط، لا عند حياتك حق، هو فعلا متحف يعتبر فريد من نوعه، مش بس في العالم العربي، ده حتى في العالم كله، لأنه مفيش دولة تم يعني تتابع عليها عدد العواصم ال 22 عاصمة. فإحنا المتحف يعتبر فكرة فريدة من نوعها، جديدة، وأتمنى إنها تعجب الزوار، لأنهم هيلاقوا فيها مش بس طريقة العرض، يعني مش بس معتمدين على وجود الآثار، طبعا هي كلها آثار حقيقية وآثار جميلة جدا ومميزة، كمان عندنا وسائل إيضاحية ووسائل تكنولوجيا بتعرف الزائر على الحضارة. والتاريخ، وشاشة تفاعلية. يمكن احنا ما قدرناش نحط جوه ال 22 عاصمة زي ما وضحت لحضرتك، لكن عندنا شاشة تفاعلية فيها ال 22 عاصمة على خريطة كاملة بأماكنها، بأهم الحاجات اللي موجودة فيها وتواريخها وكل حاجة.